مساء الخير جميعا، اسمي أديتيان وأنا أدرس الهندسة في سنتي الأخيرة. بالرغم من أنني هندوسي، كنت دائما أفكر في هذا السؤال عن الإسلام، وليس هناك أفضل من الدكتور زاكر نايك لأطرح عليه هذا السؤال. كما ذكرت في حديثك أن القرآن نزل منذ 1400 سنة وهو أصدق وآخر الوحي المنزل من الله. لدي سؤالين لك. الله الذي يعلم كل شيء، لماذا لم ينزل أفضل الوحي على أول رسول منذ بداية البشرية؟ لماذا أخذ كل هذا الوقت ليرسل هذا الوحي؟ سؤالي الثاني والمرتبط بالسؤال الأول هو: قبل نزول القرآن عاشت الإنسانية على وجه الأرض منذ آلاف السنين، لماذا الله الرحيم لم يعطيهم هذه المعرفة والمعلومات التي أعطيت لنا منذ 1400 سنة في القرآن الكريم؟ سأل الأخ سؤالين رائعين وسأجيب عنهما. قد قال: لماذا الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الوحي منذ 1400 سنة، لماذا لم ينزله منذ اليوم الأول للبشرية؟ والجزء الثاني من السؤال هو: وماذا عن الناس الذين عاشوا قبل 1400 سنة؟ هل تم حرمانهم من القرآن الكريم؟ فإذا كان الله أرحم الراحمين، فكيف حرمهم من نزول القرآن؟ سؤال جيد جدا، ولأجيب عليه سأعطيك مثالا. ابني يقول لي: أبي، تريدني أن أصبح طبيبا، فلماذا تضعني في الروضة وبعدها الصف الأول والصف الثاني وبعدها المدرسة وبعد ذلك الكلية؟ لماذا لا تضعني في كلية الطب مباشرة؟ إذا أردت ابني أن يصبح طبيبا، لا يجب علي وضعه في كلية الطب مباشرة، علي قبل ذلك تمهيد الطريق له. أولا يذهب إلى الروضة وبعدها المدرسة وبعد انتهاء المدرسة الثانوية وبعدها إلى الكلية وبعدها يصبح مهيئا ليدخل كلية الطب. كذلك الله سبحانه وتعالى عالم الغيب الذي يعلم كل شيء ويعرف طبيعة الإنسان حق المعرفة. ذكر في القرآن الكريم في سورة الرعد الآية 38، قال الله تعالى: لكل أجل كتاب. أربعة كتب تم ذكرها في القرآن الكريم، وهي الزبور والتوراة والإنجيل والقرآن، لكن كان هناك العديد من الكتب لم يذكرها القرآن أرسلت للبشرية. في الوحي الأول من حياة الإنسان، الله سبحانه وتعالى علم أن الإنسان عليه أن يتطور، فإذا أنزل القرآن منذ البداية في عهد سيدنا آدم عليه السلام، علم أن البشر لن يستطيعوا فهمه. هذا هو السبب أن الكتب التي سبقت القرآن مثل الإنجيل، وبالرغم أننا لا نؤمن أن الإنجيل هو كلام الله، ولكن بعض الآيات قد تكون من كلام الله عز وجل. ذكر في الإنجيل في يوحنا الإصحاح العدد من 2-14 أن عيسى عليه السلام قال: إن لي أمورا كثيرة أيضا لأقولها لكم، ولكن لا تستطيعون أن تحتملوا. الآن وإما متى جاء ذاك روح الحق فهو يرشدكم إلى جميع الحق، لأنه لا يتكلم من نفسه، بل كل ما يسمع يتكلم به ويخبركم بأمور آتية. ذاك يمجدني لأنه يأخذ مما لي ويخبركم. عيسى عليه السلام كان يعلم أنه من الصعب على الناس في ذلك الوقت فهم كل المعرفة، وأخبرهم أنه عندما يأتي الرسول الأخير هو من سيخبركم عنها. كذلك الله سبحانه وتعالى يعرف حق المعرفة، متى هو الوقت المناسب للبشرية لينزل عليهم القرآن الكريم، وذلك كان منذ 1400 سنة. وبالنسبة للجزء الثاني من السؤال، ماذا بالنسبة للناس الذين عاشوا قبل القرآن؟ سأقول لك أنه إذا ذهب ابني للصف الأول فلن يسأل أسئلة في الطب، هو سيعطي أسئلة امتحان الصف الأول فقط. عندما يذهب للثانوية سيسأل أسئلة للثانوية وبعدها الكلية،
كذلك الرسالة الأساسية من الله عز وجل في كل الكتب السماوية من أول نزول الوحي حتى في القرآن الكريم كانت هي نفس الرسالة، وهي أن تؤمن بإله واحد وتعبده وحده لا شريك له. كل الرسل ابتداء بآدم عليه السلام ثم نوحا وموسى وعيسى ومحمد عليهم السلام جميعا كلهم علموا نفس الرسالة من الله عز وجل، وهي التوحيد. وسأتحدث عن الإيمان بالله وحده والتوحيد بالتفصيل في آخر يوم من هذا المؤتمر في يوم 22 من يناير.